السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا كويت، صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا، أهلا وسهلا بكم في حلقة آخر الأسبوع من صباح الخير يا كويت. وصبح بالخير على زميلتي غادة. صباح وردي غادة. يسعد صباحك عبد الرضا، وقبل لا نبدأ حلقتنا صباحكم ورد مشاهدينا، ديروا بالكم الطريق المريخ نازل والرؤية شوي معدومة، فديروا بالكم يا دوب تشوفون ثلاث أربع سيارة قدامكم، ف نتمنى لكم إن شاء الله السلامة والحيطة والحذر ضروري تتخذونها من خلال وجودكم في الطرقات. وصباحكم ورد لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. أكيد ما زالت أرقام الإصابات بكورونا في البلاد تسجل أرقاما مرتفعة للإصابات بالفيروس، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة. ورغم تسجيل أرقام غير مسبوقة، أكد مسؤولون صحيون بأن معدلات الإصابة اليومية مرشحة للزيادة أكثر في ظل موجة أوميكرون الحالية، لكنهم طبعا طمأنونا بأن الوضع الصحي ولله الحمد لا يزال مستقرا. لله الحمد. وأكد المسؤولون على ضرورة عدم التجمع في المناسبات كونها السبب في نشر الوباء، وأنها قد تشكل بؤر خطر لتفشي الوباء في ظل متحور أوميكرون. لذلك نرجو من الجميع التقيد بالاشتراطات الصحية واتخاذ كل ما من شأنه أن يقينا الإصابة بهذا الفيروس، عافانا الله وإياكم إن شاء الله من كل شر. واليوم عندنا لقاءات متميزة في حلقتنا غادة. أكيد اليوم لقاء مميز مع المهندس سعد العتيبي، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي باسم طبعا الإدارة العامة للطيران المدني، حتى نتحدث أكثر عن المسافرين والقادمين إن شاء الله للكويت الغالية بحديث مفصل مطول معه أكيد. ومثل ما ذكرنا في طبعا الارتفاع الغير مسبوق اللي يشهد العالم في نسب الإصابة بفيروس كورونا، ومن ضمنها طبعا الكويت، راح يكون إن شاء الله عندنا لقاء نستفيض فيه أكثر بالحديث عن هذا الفيروس مع الدكتور غانم سلمان السالم، أخصائي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، بالإضافة لنا زميلنا نجيب القحطاني أيضا راح يكون معنا لهذا اليوم، وأيضا عندنا الصحافة. صحافة بس معك كل يوم بإذن الله. أكيد. خليكم مع عبد الرضا بعد الفاصل. صباح الخميس وبداية عطلة نهاية الأسبوع، وقبلها راح نشوف أبرز عناوين الصحف المحلية لهذا الصباح عندنا في الكويت مع أربعة جرائد، ونبدأها مع جريدة الرأي. وزير الصحة يشارك اليوم في جلسة مجلس الأمة بعد إنهائه العزل، وحالات الأجنحة من 40 إلى 200 خلال 8 أيام. أصحابها أكدوا الاستمرار والتجديد في تطبيق الاشتراطات، الأطفال في الحضانات أمورهم طيبة بإذن الله. إلى جريدة الجريدة، 568 ألفا تلقوا التنشيطية، و3,200,000 تحصنوا بجرعتين. الصحة نصحت المسافرين والمخالطين بأخذ التطعيم بعد انتهاء فترة الحجر. واختبارات الثانوية انطلقت بارتياح للأسئلة والتزام بالاشتراطات. ننتقل إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية واستقبال المراجعين بالحجز المسبق واتباع الإرشادات. عندنا جريدة الكويتية، القوى العاملة تواصل التفتيش الميداني للحد من انتشار كورونا، وبلدية الكويت إغلاق 1115 محلا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية. الطيران المدني، انخفاض حركة الركاب 8% وزيادة حركة الطائرات 5% في عام 2021،
وإلى الجريدة الأخيرة لهذا اليوم مع الأنباء. إيقاف انتخابات التعاونيات وجمعيات النفع العام، ذلك التزاما بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات والاحترازات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستقبال مراجعين من خلال نظام تحديد المواعيد على منصة متى الإلكترونية، ويعفى المحامون ومندوبوهم من ذلك. الشرقاوي، إنجاز معاملات العدل وتقديم الخدمات عن بعد. بذلك انتهت أخبارنا لهذا الصباح. بعد شوي إن شاء الله عندنا الكابتن عبدالله العوضي في فقرتنا الرياضية، أكيد بعد الفاصل. الصحة والعافية وحياكم الله معانا في الفقرة الرياضية. ومثل ما تشوفون عندي هذه الكرة الصغيرة، طبعا هذه يمكن فيها كيلو أو كيلوين، ولكن ميزتها أنها صغيرة بس يابسة قوية، وتساعدنا أن نسوي فيها وايد تمارين. وطبعا التمارين راح نسويها تمارين نسميها تأهيل رياضي، أو تقدر تستخدمها كتمارين تسخين وورم أب إذا أنت عندك تمرين قوي، أو إذا أنت شخص من زمان ممارس الرياضة تبي تسوي شيء حلو كبداية، أنصحك يكون عندك هذه بالبيت. تقدر تسوي بالتمارين بالحديقة بالبيت أي مكان، وسهلة التمارين. فأول تمرين راح نسويه راح تكون بهالطريقة. راح أخذ هني الكرة، راح أسوي فيها لانجز، وأروح هني ستريت وأسوي تويست واحد، بعدين نعكس لانجز تويست اثنين. التمرين الثاني الحين راح نسوي سكوات تو بريس. راح تأخذ الكرة، راح تنزل سكوات، طبعا ما راح تحتاج انك تنزل سريع لان انت في مرحلة تسخين او خلينا نقول تأهيل رياضي. فتنزل سكوات بعدين ترفع فوق على طول تسوي بريس. هذه عبارة عن تكرار واحد، ترد مرة ثانية تسوي 10 تكرارات بهالطريقة، سكوات تو بريس، سكوات تو بريس. ايضا قاعد اشغل مو بس عضلات ريلي، واصعد فوق ايضا اشغل عضلات الجزء العلوي، اكتاف، البيطان، وايضا بما ان هي حركة كومباينيشن وانا انزل واصعد، فعضلات المعده قاعد تكون شغاله اكتيفيتد، فتقريبا كل جسمي قاعد يشتغل في التمرين. والتمرين الثالث والاخير راح نسوي، طبعا شويه نوعا ما هذا التمرين ادفانس، ولكن تقدر تسوي من غير الكره، لكن اذا تبي تجرب راح تسوي بوش اب على الكره. راح تحط الكره بيد واحده ويد الثانيه بالارض، وراح تسوي بوش، معنين تسوي تويست، تعكس، تسوي بوش الصوب الثاني، تسوي 10 تكرارات كل صوب 5. بهالطريقة هذه أنت تشغلت العضلات الجزء العلوي مثل البوشب، ولكن بما أنك قاعد تسوي بالكرة وريلك شقالة أيضا، فأنت تقريبا كامل جسمك قاعد يشتغل حتى مع تمرين البوشب. إذا تبي تسوي هالتمرين أدفانس تقدر تخلي الكرة بالنص وتروح تنتقل بالبوشب مع جمب أنت مع إيدك، بهالطريقة تسوي كنوع من الأدفانس. وكذي سوينا هالثلاث تمارين يهيئون كامل عضلات الجسم ويساعدونك أيضا في تحسين أدائك الرياضي. تقدر تستخدمه مثل ما قلنا كتسخين أو تمرين متكامل تضيفه كجولات وتستمتع، ويعطيك الصحة والعافية. حياكم الله من جديد مشاهدينا. صرح الطيران المدني بأنه سيسمح للقادمين المصابين بفيروس كورونا بدخول البلاد بعد قضائهم فترة العدوى اعتبارا من أمس 12 يناير 2022 ميلادية. وفي تفاصيل أكثر يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف المهندس سعد العتيبي، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني. سعد صباحك مهندس سعد. حياكم الله وصبحكم الله بالخير، ونصبح على مشاهدين تلفزيون دولة الكويت وبرنامج صباح الخير الكويت، واهلا وسهلا فيكم اخت قاده. يا حياك الله والساعة المباركة. في البداية ودنا نتحدث عن قرار دخول المصابين بالوباء الى دولة الكويت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. مثل ما انتم عارفين اليوم يعني الإدارة العامة للطيران المدني لديها تنسيق دائم مع السلطات الصحية التي تقوم بالتقصي الوبائي ودراسة الأوضاع سواء في دولة الكويت أو في الأوضاع في العالم، وتطورات خصوصا بعد ظهور السلالة المتحورة إيميكرون وتزايد عدد الإصابات في بعض الدول وتزايد انتشار هذا الوباء وهذا المتحور في أكثر من دولة سواء الدول الأوروبية أو الدول الأفريقية. فبالتالي بدورنا في دولة الكويت نتخذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية لحماية بلدنا الحبيب الكويت من هذا الفيروس المتحور إيميكرون. ولكن بعد تزايد عدد الإصابات حتى في دولة الكويت وتزايد عدد الإصابات، كنا نتحدث عن
في السابق عن 20 إلى 50 إصابة يوميا، اليوم وصلنا إلى أكثر من 4000 إصابة يوميا. فبالتالي في مطار كوت ديفوار نتخذ إجراءات يعني للمسافرين ونحدث هذه الإجراءات. من هذه الإجراءات الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل الطيران المدني، وضعنا آلية لدخول المصابين من فيروس كورونا في الخارج خصوصا المواطنين. هذه الإجراءات تتحدث وباختصار عن أي مصاب لا سمح الله في فيروس كورونا في الخارج يستطيع العودة إلى دولة الكويت، ولكن بعد 7 أيام وقضاء الحجر المنزلي في هذه الفترة خلال 7 أيام للمحصنين. فبالتالي في حال تم عمل فحص PCR لهذا الراكب القادم وتبين أن النتيجة إيجابية ينتظر 7 أيام في هذا البلد ويعود بنفس هذه الشهادة التي تشير أن إصابته إيجابية. لأن مثل ما أنتم عارفين اليوم مصابين بكورونا خلال تقريبا من 7 إلى 28 يوم تبين هذه الفحوصات بإيجابية الإصابة، وبالتالي لا يستطيع العودة. ولكن بالآلية الجديدة بعد 7 أيام للمحصنين سواء مواطنين أو مقيمين يستطيعون العودة بهذه الشهادة. أما بالنسبة للمواطنين الغير محصنين يستطيعون العودة بشهادة PCR إذا كان هناك لا سمح الله إصابة بكورونا وإيجابية النتيجة، يستطيع بعد 10 أيام العودة إلى دولة الكويت وقضاء الحجر كذلك استكماله في دولة الكويت. أما بالنسبة للمقيمين أحب أنوه بأن بالنسبة للمقيمين الغير محصنين ما زالت قرارات مجلس الوزراء وقرارات وتطبيقات وإجراءات لإدارة العامة للطيران المدني لا تسمح بدخول أي مقيم من الأخوة المقيمين غير المحصنين. نعم مهندس سعد، هل هناك قرارات بشأن حظر بعض الدول؟ وإذا في، ما هي هذه الدول؟ نعم، مثل ما ذكرت في بداية حديثي هناك يعني متابعة مع السلطات الصحية من قبل الإدارة العامة للطيران المدني، وكذلك هناك تنسيق مع اللجنة العليا لطوارئ كورونا التي تدير ملف كورونا ويعني ترفع توصياتها السلطات الصحية لهذه اللجنة، لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح. هذه اللجنة الوزارية ترفع كذلك بعد دراسة التوصيات الصحية ترفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار القرارات اللازمة، ونحن في الإدارة العامة للطيران المدني ننفذ هذه القرارات. ففي حال كان هناك أي ارتفاع لإصابات أو ارتفاع أو تدهور لبعض يعني الدول وانتشار هذا الوباء في بعض الدول لن ندخر جهدا في وقف هذه الرحلات لهذه الدول. أما بالنسبة لما تم اتخاذه من قبل الإدارة العامة للطيران المدني هو وقف لتسع دول أفريقية. نعم مهندس سعد، يعني في حال انتشار الوباء هل سيكون للطيران المدني قرار بتخفيض عدد الركاب أو إغلاق للمطار مثلا؟ نعم، أنا بس أحب أطمن الجميع أن الحمد لله ليس هناك نية لإغلاق المطار وليس هناك نية لتعليق الرحلات التجارية، فما زالت الأوضاع مستقرة كما تفيد يعني السلطات الصحية المحلية في دولة الكويت. ولكن يعني دائما احنا نحب نطمن ان المطار نعم ليس هناك اقلاق، ولكن نوصي ونكرر توصيتنا الدائمه بعدم السفر خلال هذه الايام وخصوصا بعد يعني عدم استقرار الاوضاع في كل دول العالم. صحيح. فبالتالي الاداره العامه للطيران المدني لا توصي بالسفر خلال هذه الايام، ونكرر توصيه ونصيحه ووزاره الخارجيه وزاره الصحه كذلك هناك بيان من مجلس الوزراء بعدم السفر خلال هذه الفتره. فبالتالي نكرر بالإدارة العامة للطيران المدني توصيتنا لجميع الركاب عدم السفر وتأجيل سفرهم خلال هذه الفترة، وإن كان ولابد من السفر اتخاذ كل يعني إجراءات الاحترازية وأخذ الحيطة والحذر والتعرف كذلك على إجراءات السفر التي سوف في المطارات التي سوف يقادر لها الراكب حتى لا يتفاجأ. اليوم كل القرارات تتغير في المطارات ليس يوميا ولكن تغيرات لحظية، هناك من يفرض الحجر المؤسسي، هناك من يفرض طلبات للبي سي آر في اليوم الأول وفي اليوم الثالث وفي اليوم السابع. وبالتالي لسفر آمن وسعيد لجميع الركاب نوصي بعدم السفر خلال هذه الفترة، وإن كان ولابد من السفر أخذ الحيطة والحذر والتعرف على اشتراطات كذلك مطار كوت الدولي واشتراطات المطارات الأخرى. الله يحفظ الكل والجميع، شكرا جزيلا لجهوداتكم الواضحة مهندس سعد العتيبي نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني. بنروح حق نجيب القحطاني المتواجد في مشروع مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت الجديد، ايش عنده بعد الفاصل.
مشاهدي الكرام، في البداية صب عليكم الخير وصب على غادة وعلى عبد الرضا وكل من يتابعنا في برنامج صباح الخير. ومثل ما احنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا، احنا اليوم موجودين في مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مشروع الإدارة العامة لأمن المنشآت الجديدة التابع لوزارة الداخلية، والجهة المنفذة لهذا المشروع وزارة الأشغال العامة. ويقع هذا المشروع في منطقة صبحان الصناعية، لكن نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. معنا المهندس محمد العازمي نائب مدير المشروع في وزارة الأشغال. مهندس صبحك الله بالخير ويعطيك العافية، وإحنا معاكم ما شاء الله في هذا المشروع من بدايته، من أول ما وضعت أول طابوقة في هذا المشروع إحنا موجودين معاكم إلى الآن، تم تقريبا تم الانتهاء من هذا المشروع. يا حياكم الله بمشروعكم. المشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت. يقع المشروع منطقة صبحان الصناعية على مسطح أرض 40,000 متر مربع بمساحة بناء كلية 21,500 متر مربع موزعة على مباني المشروع، وعددها 8 مباني بالإضافة إلى مواقف السيارات والمسطحات الخضراء. مباني المشروع اللي هي 8 اللي هم المبنى الإداري والمبنى التدريب ومبنى المهاجع والخدمات، وكذلك مبنى الورش ومبنى المسجد ومبنى محطة التكييف ومبنى محطة الكهرباء، بالإضافة إلى مبنى البوابات. يعني مهندس شلون نعرف نسبة الإنجاز في هذا المشروع؟ خلينا نعرف حتى نعرف المشاهد الكريم من أول ما بديته إلى هذه اللحظة. حاليا نسبة الإنجاز يعني واصلين مرحلة إيصال التيار الكهربائي. حاليا تم توريد وتركيب معدات محطة الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء، وتم توصيل الكابلات إلى المحطة، وإن شاء الله خلال الأسبوع الجاي والأسبوعين القادمين إن شاء الله يتم إيصال التيار ويتم الفحص والتشغيل لمعدات المشروع، وبعد ذلك إن شاء الله يتم استلام المبنى من المقاول وبعدين نسلمه للجهة المستفيدة بإذن الله. خلنا نتكلم مهندس كذلك أن هذا المشروع في أحدث الأنظمة الذكية وصديق للبيئة. تم مراعاة الجانب هذا بإضافة أنظمة جهد منخفض متطورة. نذكر منها على سبيل المثال نظام الموشن سنسر اللي هو نظام مستشعر الحركة الذي يسمح يعني بالتحكم في شدة الإضاءة للمستخدمين للمكان أو إيقافها لعدم مستخدمين للمكان، وكذلك نظام السكيورتي اللي هو النظام الأمني ونظام الكاميرات الموجود بالمشروع، وكذلك نظام البي ام اس اللي هو نظام إدارة المباني المشروع من غرفة كنترول واحدة، وكذلك يعني أنظمة الإنارة بشكل عام في المشروع. مهندس، هذا المشروع يحتاج إلى مواقف سيارات، يعني لابد أن تدري ما شاء الله الإدارة العامة لأمن المنشآت عدد الأفراد والضباط اللي فيها كثيرين، لازم يحتاج إلى مواقف سيارات في هذا المشروع. عدد المواقف السيارات الحالية اللي بالمشروع تقريبا 273 موقف سيارات داخل ساحات السور الداخلي للمشروع، وكذلك فيه خطة مستقبلية أمام المشروع بوابات المشروع الرئيسية أن مواقف أرضية بإذن الله. نتكلم كذلك أن هذا المشروع مراقب عن طريق الكاميرات بما يفوق تقريبا عدد 200 وأكثر من كاميرا. هذا ما شاء الله المشروع يعني مجهز بالكاميرا ومراقب بالكاميرات بعدد كبير من هذه الكاميرات. كاميرات المشروع تقريبا 240 كاميرا، ما بين الكاميرات الخارجية اللي هي على السور وعلى المباني، وكذلك الكاميرات الداخلية داخل أروقة المشروع. والكاميرات هذه مزودة بحافظ أرشيف لمدة سنة كاملة، بحيث أن اضطروا أو حبوا يرجعون للأرشيف هذا بإمكانهم الرجوع للأرشيف نفسه. لو نتكلم مهندس في بعض الأماكن الآن يمكن راح تحطون فيها زراعات تجميلية، نتكلم عن عدد البوابات اللي موجودة، يعني تنظيم هذا المشروع وإدارة هذا المشروع. المشروع فيه عدة ميزات، مثلا على سبيل المثال المبنى الإداري فيه ملجأ المشروع في السرداب، وكذلك فيه المسبح مال المشروع في الدور الأرضي ومسرح المشروع في الدور الأرضي كذلك، وصالات الاجتماعات في الدور الأول. كذلك عندنا محطة تنقية للصرف الصحي في المشروع، بحيث الاستفادة من هالجانب هذا بسقي المزروعات الموجودة في المشروع المسطحات الخضراء كذا، وكذلك موجود ملاعب في المشروع
وكذلك عندنا بعد مطبخ مركزي، مطبخ مركزي للضباط، عندنا مبنى المهاجع والخدمات هو على اسمه، فيه مطبخ مركزي وكذلك صالات طعام وكذلك نادي صحي في مبنى المهاجع، وكذلك عندنا النادي الصحي الرياضي في مبنى التدريب. مهندس، قبل ان اختم معك هذا اللقاء، متى راح يسلم هذا المشروع ان شاء الله، ومتى راح يصل ان شاء الله التيار الكهربائي؟ التيار الكهربائي خلال الاسبوعين القادمين باذن الله يتم ايصال التيار الكهربائي، مثل ما قلنا بعدها يتم الفحص والتشغيل لمعدات المشروع، من كهرباء، من مضخات، من جميع معدات المشروع، فحصنا وكل شيء ان شاء الله اوكي، يتم الاستلام ابتدائي من مقاول العقد، وكذا بعدها نسلم الجهه المستفيده. يعطيك العافيه المهندس محمد العازمي نائب مدير المشروع في وزاره الاشغال. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من مشروع انشاء وانجاز وتاثيث وصيانه مشروع الاداره العامه لامن المنشات، وهذا المشروع التابع لوزاره الاشغال، لكن الجهه المشرفه والمنفذه وزاره الاشغال. راح نرجع للزملاء لتكمله فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهواء، تفضلوا. صباحكم خير دائما أعزائي. ويشهد العالم ارتفاعا غير مسبوق في ارتفاع الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في جميع أنحاء العالم، والذي يثير حالة من القلق. طبعا ذلك مع اتجاه الكثير من الدول لتجديد الاحترازات والاتجاه نحو الإغلاق، بسبب أن المتحور الجديد سريع الانتشار ويتعرض الإصابة به الكبار والصغار. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على الوضع الوبائي في العالم مع ضيفنا الدكتور غانم سلمان السالم، أخصائي الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي. صباحك الله بخير دكتور. صباح النور، جزاك الله خير على الاستضافة. حياك الله، تشرفنا فيك. وطبعا يمكن دكتور احنا ندري بأن يعني أو توقعنا بأن العالم استطاع السيطرة على فيروس كورونا، لكن ظهر الحين الأوميكرون. ودنا نتعرف على الوضع الوبائي في العالم، من ضمنها طبعا دولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أولا خليني أوجه تحية وشكر لكل من هم في الصفوف الأولى في تقديم كل الخدمات للمحتاجين وللناس اللي في حالة الإصابة بكوفيد. وهذا المجهود اللي يبذلونه الناس في تقديم الخدمات الصحية، سواء كانوا من مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء أو التمريض أو الخدمات المساندة، يعني العالم كله أجمع على التضحية اللي سووها، يستاهلون التحية والتقدير لكل ما بذلوه وما يبذلونه حاليا في هذه الجائحة. نرد للسؤال، طبعا أكيد أن العالم كله يشهد التغير في عدد الحالات الإصابة في أوميكرون، لأنه هو كوفيد نفسه ما تغير، يعني الفيروس نفسه كوفيد اللي طلع في 2019 أول ما بدأ في الصين، ولكن طلعت عليه تغيرات، وهذه التغيرات تغيرات فيزيائية، تغيرات كيميائية، تغيرات بيولوجية، أدت إلى تغيرات في طبيعة تعامل الإنسان مع هذا الفيروس أو طبيعة تعامل الفيروس معنا كبشرية. وهذا التغير شفناه في أكثر من مرحلة. طبعا التغيرات بالفيروس تصير وايد، لكن يهمنا شلون يصير التغيير كلينيكيا على اثره على الانسان، فلذلك سميناهم دلتا والفا وخلافه، واليوم احنا نشوف اوميكرون. طريقه اوميكرون في التغير ادت الى الانتشار الواسع في الحالات، لدرجه ان احنا الحين نرصد حالات باعداد ما عمرنا رصدناها حتى في بدايه الجائحه في 2019 او 2020. نعم. وهذه الحالات الاعداد شديده جدا، فالسيرج طلع بوم
اكبر بسرعه مو بشكل انحناء يعني تدريجي، قفزه سريعه، والقفزه السريعه ادت الى الانتشار بالعالم كله فجاه. قبل كان دلتا هو السائد، اليوم الحين اوميكرون هو تقريبا السائد في العالم كله. هذا التحول في امرين، امر مهم وخطير، وامر خلينا نقول مطمئن الى حد ما. الامر المهم والخطير ان الارتفاع الشديد هذا سوى لنا قلق، ما ندري شنو قاعد يصير، ليش صار هذا الشيء، وشلون نتعامل معه. والامر الثاني ان هذا التحور، مع ان الناس كلها مطعمه، واغلب الناس خلينا نقول مطعمه، والتحول يدي انها يشكك في التطعيم، هل هو اداء زين ولا اداء مو زين. الشيء الامر المهم واللي هو احنا نستفيد منه ونقول الخبر الطيب في الموضوع، ان اعداد دخول المستشفى والحاجه الى التمريض والحاجه الى العنايه المركزه والطبابه مو بالعدد المتوقع مقارنه بالاصابات العاليه. ما زال موجود، ولكن مو بالقفزه السريعه اللي صارت مع الاعداد، وهذا مطمئن الى حد ما. فبالتالي الوضع في العالم حاليا، اليوم احنا الحمد لله ما عندنا حظر في الدول، ما عندنا اقلاقات، ما عندنا تشدد، لكن عندنا حذر، عندنا احتياط، لازم نسبق الفيروس بخطوه، لازم يكون عندنا رؤيه مستقبليه، احتياط، لا سمح الله يتغير الفيروس او تتغير الحالات والحاجه لدخول المستشفى. نعم. خلنا بس نقطه وايد مهمه، جائحه لما يصير عندنا عدد مرضى اكثر من الخدمات الصحيه، ما نقدر نوفر الخدمات الصحيه، فاحنا ما نبي ندخل في هذه المشكله الحقيقيه. نعم، طيب ذكرت الاحتياطات وما نبي يمكن نزيد على السعه السريريه الموجوده في المستشفيات عندنا، الوضع في الكويت اذا يعني نظرنا له، هل يعني سبب لزياده عدد الحالات، لان احنا وصلنا الى رقم غير مسبوق عندنا في الكويت، هل هو بسبب طبيعه الاوميكرون ام لانه في تهاون من الكثير في موضوع الاحترازات الصحيه؟ وين الخلل؟ شوف، هو طبعا مجموعة عوامل مع بعض أدت إلى هذا الارتفاع الشديد حتى في العالم وبالكويت خصوصا. ثلاث أمور رئيسية، الأولى أن إحنا الفيروس تغير. نعم. طبيعة الفيروس تغيرت، هذه حقيقة واقعية. الشيء الثاني الالتزام بالشروطات الصحية. الالتزام بالشروطات الصحية مهم، يعني التباعد الاجتماعي، التباعد الجسدي، لبس الكمام، غسل الإيدين، لما تكون في مكان مغلق لازم تصير بينك وبين الشخص الثاني متر. بس هل صار في مثلا عدم اهتمام بهذا الموضوع من البداية؟ شاهدناه كثيرا وكلنا شفناه، يعني هذا ما هو شيء يخفى، يعني إقامة الحفلات، إقامة الأعراس، إقامة بعض المناسبات الاجتماعية، الدواوين، وإحنا طبعا بالكويت اجتماعي، يعني ما يقدر تسكر الديوانية أكثر من مدة، يعني خلاص لازم الناس تجتمع، لازم تطلع، لازم تروح الشاليهات، لازم تروح. فصار في شوية تهاون وشوية عدم التزام، وأدى لأنه واحد مصاب حتى لو ما عليه أعراض ممكن ينقل للناس كلها اللي حواليه. احنا اليوم شوف احنا بالاستديو نتكلم عن موضوع الكمام، انا وياك مو لابسين كمام لكن بيننا تباعد جسدي. نعم. فلو حافظت على التباعد الجسدي تحافظ على عدم نقل الفيروس بين الناس. الشيء الثالث والمهم هو نشاط الفيروس في الفتره هذه، فيروسات المعروفه فيروسات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي تنشط في فتره الشتاء، واحنا الحين في فتره الشتاء، وايضا زادت بسبب الاعطال، يعني احنا دشينا على مرحله سنه جديده ونهايه السنه القديمه وفيها تكثر فيها العطل، وبالتالي تجمع الناس، فهذه العوامل ادت الى الانتشار السريع والقفز بالارقام هذه. وبالتالي من هذا المكان وهذه الرساله الاعلاميه اللي احنا نطلع في الاعلام نوجهها للناس ونتمنى الناس تلتزم فيها، التزم بالتباعد الجسدي، التزم بالكمام، بالمكان المغلق لازم تحرص اكثر من المكان المفتوح، الوعي الاجتماعي ترى أهم من التطعيم. بالتأكيد. الوعي الاجتماعي أهم من العلاج، الوعي الاجتماعي هو اللي سيحدد مصيرنا بالتعامل مع هذا الفيروس. والتطعيم، لأن في البعض ما زال ما طعم أصلا ولا جرعة للأسف، في نسبة يمكن قليلة لكن أكيد لها تأثير، وماذا بشأن أيضا الجرعة أو خلينا نقول التنشيطية اللي هي التطعيم الثالث؟ نعم، شوف أتوقع موضوع التطعيم أشبع جدلا في كل مراحل الحياة، بالبيت، الديوانية، بالدوام، بالسوشيال ميديا، بالإعلام. الآن كل إنسان مدرك شنو التطعيم، شنو أعراضه، شنو فايدته، شنو أضراره. ما أعتقد في واحد اليوم ساكن، خلنا نتكلم، بس هل هو فعلا قرار فردي أنا ما أبي أطعم؟ خلنا أقول لك، هذا القرار سيكون كل إنسان عاقل يستطيع أن يحدد ما يحتاجه جسمه وشنو طبيعة عمله. في إنسان واضح أن الأمور أنه كبير في السن أو عنده أمراض مزمنة،
ما في مجال ان انت تناقش تاخذ تطعيم ولا ما تطعيم، هذه حقيقه علميه لازم الكل يدركها. نعم. الان انت تدخل في نقاش مع الاطفال، نعطيهم تطعيم ونعطيهم تطعيم، الشباب، هذا قابل للنقاش وقابل للجدال، لكن بالنهايه المصلحه المجتمعيه يجب على الانسان ان يتحمل مسؤوليات تجاه المجتمع. احنا الفيروس هذا ينتقل، التطعيم اثبت ان نسبه انتقاله او سرعه انتشاره تقل عند الناس المطعمين. نعم. يعني انا اذا كنت مطعم ما انقله حق الناس الثانيه، وبالتالي انت تساعد المجتمع في الخروج من هذه الجائحه، في الخروج من هذه الازمه. نعم. ويبقى هذا الاختيار للانسان، لان احنا نؤمن بان الانسان له حريه الاختيار وعنده العقل في اختيار الشخص الشيء المناسب له ولمصلحة مجتمعه إن شاء الله. كنا إحنا في مجتمع مثل ما تفضل، طبعا إحنا جزء من هذا المجتمع ما نعيش فرادة، فبالتالي لازم تكون في مسؤولية مجتمعية. السؤال اللي أيضا يمكن يعني يطرأ على البال، أعراض الأوميكرون هل هي تختلف عن أعراض الكوفيد أو خلينا نقول الدلتا وغيرها مثلا؟ هل هناك مثلا في يمكن اختلاف بالأعراض؟ نعم، خشوف الحين إحنا مع أوميكرون تغير كيميائيا، تغير فيزيولوجيا، وتغير أيضا في طريقته في التعامل مع الإنسان. إيه، لاحظنا بعض التغيرات. اليوم إحنا يمكن تصاب ما يسمى بالرشحة والإنفلونزا، خلينا نقول النشلة، ترى نفس الأوميكرون. إحنا ما تدري إذا هذا أوميكرون ولا فيروس الموسمي مثلا. ما تدري إذا هذا كومن كولد ولا هو الأوميكرون، وبالتالي الأعراض متشابهة: صداع، حرارة، رشح بالخشم، كحة، الحنجرة عندك تتألم، تحس كأنها أشواك، يصير عندك دراي ماوث أو الجفاف في الفم. شنو اختلافها عن ما تختلف وايد؟ أغلب الناس متشابهة بالأعراض سواء من هذا ولا من هذا. لاحظنا بعض الأمور البسيطة مثلاً، إن مثلا الحرارة أقل، يعني مثلا قبل كان كوفيد يسوي الحرارة بالأربعينات 40 41، اليوم 39 38، وبالتالي أقل. بس هو في تعرق زيادة؟ ما في، في تعرق زيادة. في الشيء الثاني أيضا حتى loss of sense أو اللي هو فقدان الشم والشم والتذوق مع الأوميكرون موجودة، ما تفقد حاسة الشم والتذوق، ما كانت موجودة تفقدها في أيام الكوفيد. نعم. في شيء ثاني ملاحظنا بعض المرضى يشم روحة مثل عطبة أو يشم مثلا ريحة مميزة مع مثل الإصابة، مثل حريق بالإصابة بالأوميكرون. وبالتالي هذه الأعراض اللي موجودة. لذلك من هذا الباب ننصح كل إنسان عنده أعراض رش أو يعتقد أنه حاشة إنفلونزا أو حاشة الكومن كولد أو حاشة النشلة، أنه يعزل نفسه، يفحص كوفيد إذا يبي عند الفحص السريع أو عنده يفحص البي سي آر، وحتى إذا ما يبي يفحص أفضل أنه يعزل نفسه ولا يخالط كبار سن أو ناس معرضين للإصابة. قبل أدخل في الفحص دكتور، سرعة انتشار الأوميكرون ليش؟ هل هو صحيح لأنه يعني يتمركز في الجزء العلوي مثلا؟ نعم، تمركز في الجزء العلوي يعطيك فائدة أنه ما يسبب دخول مستشفى. نعم. لكن سرعة انتشاره بتغير أسرع جيناته وبتغير التصاقه بخلايا الإنسان. جهاز التنفس إحنا قسمه جزئين رئيسيين، جزء العلوي من خلنا نقول من الحنجرة والبلعوم متصاعد اللي هو الفم والأنف والجيوب الأنفية والأذن، والرئة والقصبة الهوائية هي الجزء السفلي. قبل كوفيد كنا مشكلتنا ان لما يحوش الرئه يدخل بالجزء السفلي يسبب لك التهاب النمونيا، وهذا الالتهاب خطير ويعرضك الى دخول المستشفى وعنايه مركزه وصعوبه التنفس وتنفس صناعي وهذه السلسله. الان الاوميكرون لسبب ما، خصوصا عند المطعمين، وهذا يكثر بين المطعمين، هذا الكلام للمطعمين مو غير المطعمين، انه ينتشر فوق، لان جسم الانسان مثل عنده خلايا او اجسام مضاده تمنع هذا الفيروس من أن ينزل تحت وتخليه دائما موجود في الطبقة العليا، وهذه تسبب لك المنطقة ها يعني جيوب الأنفية والخشم والحلج والبلعوم هي اللي تصير فيها المشكلة، وهذه تقيك من خطر دخول المستشفى والعناية المركزية. تكلمنا عن الفحص، الآن متوفر لعله في كثير من الصيدليات اللي هو الفحص المنزلي. نعم. مدى أو خلينا نقول الاختيار ما بين الفحص المنزلي والفحص المختبر، ما هو الفرق ومتى نلجأ لهم مثلا؟ زين، شوف، هو الاختيار الفحص المنزلي سريع يعطيك الإجابة بسرعة. الشيء الثاني انه يعني انت تقدر تعرف اذا عندك ولا ما عندك، لكن ليس دقيق، يظل هو مو دقيق، بس مو بدقه المختبر، مو بدقه المختبر. واذا طلع ايجابي معناها انه هو عندك، فبالتالي تعزل نفسك وتاخذ الاجراءات. اذا طلع نيجاتيف مو معناها انه ما عندك، يعني بعض الناس لازم يفهم هذه النقطه، اذا طلع نيجاتيف مو معناها ما عندك، لكن معناها انه قد يكون نمو عندك. يخفف الضغط على المستشفيات، يخفف الضغط على المختبرات، ويخليك تحرص زياده، يخليك تحرص زياده اذا عندك تجمع عائلي، يوفر عليك الامور هذه. وبعدين انت واحد مثلا عنده شك هام، ممكن ما عنده قدره انه يروح يسوي الفحص، ما عنده قدره انه يعمل البي سي ار، فيقدر يسوي الفحص السريع. وبالتالي الفحص السريع يساعد، هو 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 السلاح موجود عندنا، يساعدنا في التشخيص، يساعدنا في السيطره على انتشار الوباء، ومساعده بشريه حقيقيه ومجتمعيه في ان نخفف من سرعه انتشار. ما نقدر نمنع الانتشار، لكن بيدنا احنا كبشر ك
كوعي اجتماعي ان نخفف من سرعه انتشار هذا الفيروس. نعم، احنا طبعا نسمي سريع يمكن لانه ياخذ بس ربع ساعه، وسبحان الله ساعه الواحد يبي يزور مثلا جده او جدته فيمكن يعطي نتيجه مباشره مثلا. الشيء الاخر، هل صحيح بان الاوميكرون قاعد ياثر كونه سريع الانتشار على الاطفال اكثر؟ نعم، شوف هذا موضوع الاطفال مهم جدا، وابي الناس تسمعني ومشاهدين خصوصا بموضوع الاطفال. تمام، اوميكرون كوفيد واوميكرون بالذات ينتشر عند الناس كلها، يحوش كل الاعمار. عند الاطفال يحوشهم، لكن ولله الحمد وهذا فضل من الله ونعمه ان دخول المستشفى اقل تأثير من الكبار، تاثيره اقل لكنه موجود. ولازم نعرف ان ممكن بعض الاطفال يصابون فيه ويتعرضون الى حاله شديده ويدخلوا المستشفى ويحتاج عنايه طبيه. الاغلب ما يحتاج. اليوم الاوميكرون احنا قمنا نشوفه بالاطفال، قبل كان عندنا حظر، كان عندنا عدم تواصل، اغلب الناس مسكت عيالها ما دخلتهم المدارس، ما صار كان في التدريس عن بعد. صح. فكان ما كنا نشوف الحالات بالكثره اللي نشوفها اليوم. صحيح. لكن اليوم نجد ان هذا الفيروس، حتى الفيروس طبيعته تغيرت، بدا يستوطن اكثر، فبدا يصير كانه فيروس الموسمي، فيحوش الجهاز التنفسي، يحوش الاطفال وينقلونه لبعض. وينقلونه لبعض، واليوم انت ما تقدر تسيطر على الاطفال، ما تقدر تلبسه كمام 24 ساعه، ما تقدر تقول له غسل ايدك. والطفل يرجع البيت. والطفل يرجع والده البيت. والده والدته جده. نحرص ونوجه أولياء الأمور إلى الحرص، ما زال هذا الموضوع موجود. نعم هو مو خطير جدا ولكنه موجود والحرص واجب. طيب نتحدث عن اللقاحات والتطعيم. رئيس تنفيذي لشركة فايزر قال بأن قاعد يشتغلون على تطعيم لعله مختص بأوميكرون أو شيء خلينا نقول يدمج ما بين التطعيمين، ويقول يمكن راح يكون على شهر مارس. مدى دقة هذا الكلام؟ نعم شوف، هو طبعا أكيد هذا الموضوع موجود، أنت التكنولوجيا صارت عندك خاصة، تقنية إنتاج التطعيم موجودة، فهي مجرد تغييرات بسيطة في طريقة التصنيع ويطلع لك التطعيم اللي تحتاجه لأي نوع من أنواع الفيروسات خصوصا في موضوع الكوفيد. خلنا في معلومة مهمة أنا لازم نعرف الناس، دائما الناس تسألني أيضا تقول لي دكتور أنت الحين تقول التطعيم مهم والتطعيم مهم، كان الناس قاعد تصاب، يعني شنو استفدنا من التطعيم؟ لازم نعرف أن التكنولوجيا مالت التطعيم صنعت لمنع دخول المستشفى والتعرض إلى العناية المركزة، تقليل التأثير وليس لمنع الإصابة. نعم. فأنت التكنولوجيا مالتك طريقة بناء التطعيم ما كانت لتقتل الفيروس، كانت لتمنع أن أنت يصير عليه أعراض شديدة مضاعفة. ونجحنا بشكل كبير في هذا الأمر ولله الحمد. واليوم أنت تشوف أن احنا مفتوحين والناس كلها تتواصل مع بعض بسبب التطعيم. التطعيم اللي تكلمت عنه الشركة هو تطعيم إن شاء الله راح يكون موجود خلال بضعة أسابيع إن شاء الله، ما تحتاج عليه تجارب كبيرة لأنه هو نفس التطعيم، أنت بس مجرد تغيير في الشفرة الجينية اللي قاعد تسويها علشان تصيب، أو الهدف مالك البروتين الشوكي اللي تغير في الأوميكرون. نعم. وهو سبب التغيير اللي صار في الأوميكرون، وبالتالي التطعيم هذا سيكون متوفر إن شاء الله. الآن مدى الحاجة له إن شاء الله يا رب ما نحتاجه، وإن شاء الله تنتهي الجائحة إن شاء الله. طيب هناك كثير من النظريات والأقاويل تقول بأن الأوميكرون هو بداية لنهاية الوباء، مدى صحة هذا الكلام ودقته؟ هذه نظرية مطروحة ونظرية إن شاء الله بإذن الله تكون حقيقية. إحنا نعتقد أغلب الأطباء وأغلب من الباحثين في هذا الأمر أن إحنا على عتبة نهاية الجائحة. مثل ما قلت لك الجائحة تعرف، الجائحة لا تعرف كثيرة بس باختصار عشان المشاهد يفهمها، لما يكون عندي خدمات صحية ما أقدر أوفرها حق المريض، يصير عدد المرضى أكثر من الخدمات الصحية. شفناها في بعض الدول، ليس منها جائحة لأن صار في مرضى بالشارع ما عنده سرير، ما عنده في الأكسجين، وهذه هي الجائحة. الجائحة لما يصير عندك overwhelmed، يصير عندك وايد بيشنت ما عندك خدمات طبية أو إمكانيات معالجتهم. هذا الأمر إن شاء الله الحين قاعد نشوفه أقل، قاعد نشوف الأعداد عالية ولكن ما نشوف دخول المستشفى عالي. اليوم إحنا الأعداد قاعد تزيد في المستشفى لكن مو بالهدف بالعدد اللي يخليك تمنعك من توفير الوضع السريري مستقر، الوضع الصحي مستقر رحمة الله والديك. وبالتالي هذا الأمر إحنا إن شاء الله بإذن الله إنه يدل على أن الفيروس بدأ يتغير وبدأ يستوطن، يكون وضعه حال الإنفلونزا الموسمية أو حال الفيروسات الموسمية. هذه النظرية مطروحة ما عليها دليل إلى الآن، وإنما نلاحظ ونراقب الأيام القادمة ونكون حريصين. نعم نتمسك بهذه النظرية ونتفائل فيها، وأدعو الناس إلى التفاؤل، وإن شاء الله يا رب ينتهي الموضوع بالتطعيم، بالتباعد الجسدي، بلبس الكمام، بأن الفيروس بدأ يتغير إلى الأحسن إن شاء الله، يخف وطئته على الإنسان، ولكن يبقى الحذر موجود لأن الأعداد قاعدة تزيد وما ندري شنو راح يصير في المستقبل. سؤال أخير إذا أمكن الدكتور، البعض أيضا يتبنى النظرية مدام الأوميكرون سريع لكن يعني ما يأثر كثير، خل نفتحها، خل الكل يصاب. نعم. شنو ردنا على هذا الكلام؟ هذا ردنا عليه الآتي، كبار السن المعرضين إلى أوميكرون راح يصير عندهم مشاكل كبيرة، راح يدخلوا المستشفى.
الناس اللي ما اخذوا التطعيم لعده اسباب، في ناس ما اخذوا التطعيم لاسباب طبيه، في ناس ما اخذوا لاختيارات شخصيه، راح يتاثرون باوميكرون بشده وراح يحتاجون دخول المستشفى. عندك احنا الى اليوم ان شاء الله يا رب ما يصير كثره بالاطفال، لكن ممكن يتعرضون الى دخول المستشفى، وبالتالي ما تقدر تفتحها بحري الان لان الرؤيه غير واضحه وتبقى النظريه قابله الى تروح، يعني انت اما الطريق الصحيح واما الطريق الخطا. وغير طبعا المضاعفات اللي موجوده على المدى البعيد اللي الواحد ما يضمن اذا صار عنده اوميكرون راح تكون معاه طبعاً. او لا، فلا تعبث مع الطبيعه مثل ما يقولون، وبالتالي طبعا نتمنى الصحه والسلامه للجميع. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الدكتور غانم سلمان السالم اخصائي الامراض الباطنيه والجهاز الهضمي. راح ناخذ فاصل، وقبل نهايه برنامج صباح الخير اللي يعني يا كويت لهذا اليوم راح نشوف احوال الطقس مع زميلنا ضلال علي بعد الفاصل، خليكم معنا. حياكم الله من جديد. نظرا للأجواء والمريخ اللي صاير واحتمالية نزول وهطول أمطار إن شاء الله في الويكند، راح يكون معانا اتصال هاتفي مع مراقب المحطات في إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني ضلال العلي. صباح الخير. صباح الخير اختي قادة، وصبح على بالخير على أخوي عبد الرضا وكذلك جميع العاملين في برنامج صباح الخير يا كويت، وصبح بالخير كذلك على المشاهدين على البرنامج برنامج صباح الخير يا كويت على شاشة تلفزيون دولة الكويت. ساعة مباركة يا ضرار. في البداية نبي نتكلم عن حالة الطقس خصوصا المريخ اللي شفناه يمكن من أمس بالنهار وبالليل زاد كذلك، واليوم الصبح أيضا بشكل كبير يمكن تكاد تنعدم الرؤية. نعم، في الحقيقة مثل ما قلت لاحظنا في الأيام اللي طافت خفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب مع رياح جنوبية شرقية. طبعا عادة رياح الجنوبية الشرقية تزيد الرطوبة، كذلك تزيد من بخار الماء في الجو، بالتالي يعني ينخفض الضباب وتنخفض الرؤية الأفقية واستعداد لأمطار. ها الضباب، هناك فرص لأمطار إن شاء الله. الضباب راح ينقشع تقريبا خلال الساعات المقبلة. حاليا في تحسن في الرؤية الأفقية، كانت معدومة خلال فترة الصباح أو أمس بالليل والصباح الباكر اليوم. متوقع أن تتحسن الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة وينقشع الضباب بإذن الله، لكن في أيضا راح يكون الطقس طائم جزئي، متوقع فرص لأمطار متفرقة الليلة بإذن الله. أيضا هناك في انخفاض في الرؤية الأفقية الليلة إن شاء الله، لكن بسبب اعتدال الرياح راح ان شاء الله ما راح يكون انخفاض شديد الا في بعض المناطق، وباذن الله راح تستمر فرص الامطار يوم الجمعه باذن الله. يعني من الليله ضرار راح يكون في امطار لباكر والسبت كذلك؟ متوقع فرص الامطار يوم الجمعه راح تكون يعني يتخللها امطار رعديه في بعض الاحيان، لكن استمرارها الى صباح او فجر يوم السبت ان شاء الله فرص الامطار تبدا تقل فرصتها خلال يوم السبت ان شاء الله. راح نلاحظ انخفاض في درجه الحراره العظمى، متوقع ان تكون ما بين 17 الى 20 درجه مئويه، انخفاض تدريجي ايضا يوم الاحد والاثنين. متوقع يوم الاثنين القادم ايضا فرص، يعني يوم الاحد ما راح يكون في امطار قائم جزئي الى مشمس معظم الوقت، لكن راح يكون تكون هناك فرص لامطار متفرقه ايضا يوم الاثنين ان شاء الله من الاسبوع المقبل. طقس الويكند ان شاء الله، انا حاب بس انوه الاخوه القادمين المركبات طبعا، ننوه ان فرص الضباب موجود
انخفاض الرؤيه الافقيه موجود، لكن في تحسن خلال الساعات القادمه. لكن التنويه اللي راح يكون خاصه يوم الجمعه مع فرص الامطار الرعديه، متوقع ان تنشط الرياح، قد تصل سرعتها الى اكثر من 45 كيلومتر في الساعه. هذا يرفع من الموج في البحر، خاصه للاخوه مرتادين البحر. كذلك متوقع ان تكون هناك اثاره لبعض الاتربه خاصه في على الطرق البريه. لذلك احب يعني انوه الاخوه قادمين المركبات كذلك مرتادين البحر من ارتفاع الامواج. فرص اول فرص الامطار مستمره الى فجر يوم السبت او صباح يوم السبت، كذلك مع انخفاض في الرؤية الأفقية متوقع يوم الجمعة بالليل. لكن الأسبوع القادم أو بداية يوم السبت راح نلاحظ انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وطقس مائل للبرودة خلال يعني راح يرجع البرد مرة ثانية، لأن الأيام اللي طافت كانت شوي درجات الحرارة مرتفعة. بالضبط الايام اللي طافت بسبب الرياح الجنوبيه الشرقيه والارتفاع الرطوبه، هذا يعطينا احساس بالدفء شويه. صحيح. شكرا لك ضلال العلي، مراقب المحطات بالاداره العامه للطيران المدني. نتمنى لكم ان شاء الله السلامه، وديروا بالكم، ويكند حافل بامطار الخير ان شاء الله، جعلها خير على البلاد والعباد يا رب العالمين. نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي، ومع السلامه.